الأخ محمد المهندس لو يغير الرقم لأن يريد يتداخل. طيب تلميذ محمد شمس الدين تسمعني؟ أسمع أخوي. طيب الآن الأخ يقول أن علي عليه السلام لم يقدم شيئا لدين محمد صلى الله عليه وآله، إنما معاوية هو الذي قدم للدين، والنبي قال علي لا هذا الكلام ها؟ لا لا هذا الكلام صحيح. علي بن أبي طالب له فضالة وله إنجازات، والتاريخ يشهد بهذا الشيء. لحظة رد علي أخونا أنت، لأنه أنت من سلفي. أنت عم تدلس، أنت عم تدلس. أنا قلت علي ما قدم شيء بعد وفاة سيدنا النبي. أي. لا تدلس علي ثاني. بعد وفاة جاوبني بعد وفاة سيدنا النبي. يقول لك بعد وفاة النبي الإمام علي عليه السلام أبدا ما قدم شيء للإسلام. أنت توافق؟ لا لا هذا الشيء أنا ما أعتقد به عن نفسي. علي بن أبي طالب. أعطينا أعطينا تفضل أعطينا إيش قدم. طيب. يا شيخ أعطينا إيش قدم تفضل. لا تنسانا حقا. تمام تمام. ايه الطي الطي تفضل الطي. هو يقول لك انه انتم مو سني. سني ولا لا؟ ايه الحمد لله. ايه ادري. هو يقول لك انتم السنة تقولون ان علي رابع الخلفاء وانه كذا فين. الان يقول لك ما قدم شيء. يلا جاوبه. لا لا هذا الكلام غير صحيح. يا بدي جاوبه. جاوبه تكلمني انا شو دخلي. جاوبه يا شيخ. اعطينا تفضل تفضل اعطينا شو قدم. ماذا قدم بعد وفاة سيدنا النبي؟ تفضل إن كنت رجلاً عطينا. تفضل. يعرف من خاصف النعل. لحظة أخواني بس لا حد يتدخل. بس خلي يجاوب الأخ لأن سني. هو سني مع سلفي وسلفي مع سلفي. خلينا نشوف شلون تصفى النتيجة وبعدين احنا نتناقش. حاج وعد انا بالنسبه لي ويا الولد انت تقدر ترد عليه. انا ما احب ارد عليه، ما احب اناقش سلف ويا سلف. اذا الولد كان ما بحث صحيح فتعال قوم اطلع له مصادر وروايات، هذا الحكي غير صحيح. مو ها يعني انت تخالف الان السلفيه بيناتكم تتضاربون؟ لا لا مو قصه نتضارب. لا تجاوبه. لا لماذا لا تنتصر لامير المؤمنين؟ لماذا لا تنتصر لامير المؤمنين وترد عليه؟ ليش تقول يا شيعي رد عليه؟ وانت تقولون علي بن ابي طالب امامنا سلام الله عليه. رد علي رد علي. دافع عن علي الصحابي. اتركنا من الشيعة. دافع عن علي الصحابي. يقول لك ما عنده جواب. ما عنده جواب. يقول لك ما عندك جواب. تهرب من الالزام وتجي علي. انا شو دخلي؟ هو يقول لك هو سلفي وانت سلفي. يقول لك ان علي لم يقدم. ردوا علي ردوا. لحظة لحظة أنا مو قصة إنه لا أنسلف ما أريد أرد عليه. قلت لك إنه هذا الكلام يحتاج تعال نطلع له المصادر، تعال طلع له الروايات. وأنا هسه بس هذا التليفون بيدي وأنا نزل عندي المكتبة اللي بيها كتب. يلا يلا تفضل شتريد. يلا تفضل. تمام بس عندي استفسار منك حاج وعد. قول. أنت هنا يعني البث فرح الغاية منه شنو؟ الغاية إنه وصلك أنت وغيرك إلى الحقيقة. يعني تهدي الناس. لا أوصلك أنت وغيرك إلى الحقيقة. فمن تعرف الحقيقة بعد ذلك أنت تكون مخير تريد تهتدي أو لا تهتدي. جزاك الله خير. يعني نقول هداية الناس للطريق الصحيح مو هيك؟ لا أنا بدك توصل إلى الحقيقة. أي يعني طريق الحق طريق الهدى مو؟ يلا تفضل تفضل. اي شيء سؤال الوراء شنو سؤال الوراء؟ تمام تمام. خلي اريد منك دقيقه لو تفضلت علي استرسل وانت سجل علي النقاط وبعدها رد عليه. لا اذكر نقطه واحده نناقشها نعبر للثانيه نناقشها نعبر للثالث. نقطه واحده. تمام ما واحده 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 ما عندي مشكله. اليوم انتم كشيعة حديث وارد عندنا احنا أني تارك فيكم الثقلين ما أنت مستكنم به لن تظلي بعدي أبدا، منهما القرآن الكريم وأهل البيت حسب قولكم. تمام تمام. أجل القرآن الكريم ألقى محرف وعندي المهدي القرآن الصحيح. أجي على العترة، العترة هربانة صار لها 1400 سنة. واحدة واحدة النقطة الأولى ونعبر عن النقطة الثانية. لحظة لا, لا تكثر حتى هذا هاي المحفوظة أنا حافظها. لحظة هدوء هدوء هدوء. واحدة واحدة انت قلت ان القرآن عندكم لحظة لحظة نقطة نقطة. انت قلت ان القرآن عندكم محرف. انت تناقشني انا اللي يقولون محرف انا عندي القرآن غير محرف.
هاي بطلت النقطة الأولى. تفضل ثاني. بحار الأنوار تأخذ فيه ولا؟ طيب الآن تريد نتناقش في بحار الأنوار. لحظة أنت تسألني وتسأل بحار عندك لحظة أنت مو قلت أريد أسألك لحظة يا أخونا 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 تلميذ تلميذ أنت تسألني أنا لو تريد نناقش المصادر أنا عقيدتي هذه ناقشني على عقيدتي إذا ناقش المصادر فأنت عندك ابن مسعود كان يحك المعوذتين عندك البسملة ليست من القرآن عندك تبديل الكلمات القرآنية فسعوا فامضوا عندك 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 عائشة تقول أخطأ النساخ أخطأ عندك تقول فعندك فهذا القضية قضية مناقشة النصوص أنا لست بي أنت يمكن بعدك صغير وأنا كنت أناقش مسائل تحريف القرآن ومع هذا أقول يا حبيبنا يا ولادي اسمعني حبيبي أنا اللي أمامك الآن عندي أنه هذا الكتاب يوميا أنا برنامجي قائم على قرآن القرآن الكريم أنا أقرأ بهذا القرآن هذا كتاب الله تبارك وتعالى فما عندي هذه عقيدتي اللي عنده عقيدة ثانية روح ناقشه هو أنا شو دخلي بالموضوع أنا عقيدتي أصرح بها بدون نقطة الإشكال وين هسألني أنا أخذ عقيدتي من صحيح البخاري صحيح مسلم ابن لحظة ما دام تأخذ عقيدتك من أصبر أصبر ما دام تأخذ تريد ألزمك بهاي القضية يا أولي يجي ألزمه بهاي طيب صحيح البخاري لما يجيب الآيات بيها بسم الله الرحمن الرحيم لو لا بس اسمعني بس لا اريد توصلك الفكره حتى لا حتى افهمك انه طريقتكم بالنقاش خاطئه هل بسم الله الرحمن الرحيم ايه من القران او لا ما عندي علم بصراحه كل صراحه خلاص لا عاد اذا لا 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 مو ايه طيب واللي يقول ايه يعني حرف اضافه الى القران صح لا لا ما دخلها بالتحريف ما دخلها بالتحريف ليش انت تقول مو آية هو يقول آية يعني زاد في القرآن الكريم لا 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 لا, لا مو آية شنو لا انت تقول احسنت هي لما تبدي لحظة لما تبدي كآية ولا مش آية لا مو كآية لا شنو هي زغرفة شنو لا 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 شنو ديكور شنو ديكور خالية بالقرآن مو أنا قلت لك أنا ما فاهم بالروايات كلها بس أنا لا 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 تفهم تفهم الروايات هذا شنو هذا لحظة أنت قلت مو آية هذا شنو هذا قرآن أحسن هذا قرآن هذه أول آية هنا أقرأ لي كاتبين آية ولا مو آية بسم الله الرحمن الرحيم إيش كاتب رقم واحد ولا لا تمام بس الترقيم مو من الله ترقيم البشر خلوه طيب هذول اللي أي هم البشر اللي عدوها آية اللي حسبوها آية سبع المثاني إذا حسبوها آية شلون تقول مو آية مو مشكلة أكو أقوال يختلف عليها هذا القرآن المطبوع بالسعودية هذا مطبوع الملايين الناس ملايين الناس يقولون بتحريف القرآن هاي الطبعة السعودية هذا هذا شو القرآن اللي نفس القرآن اللي بإيدك أخير صفحة بصفرها عليك وجهها عليك هاي أخير صفحة تفضل أخير صفحة أي هاي هذا الكلام اللي موجود قدام القرآن لو مو قرآن هذا مو قرآن أي مو قرآن جزاك الله خير يعني مو كل شيء مكتوب بالقرآن يعني قرآن يعني لحظة يعني هاي اللي مكتوبة الآن هاي اللي مكتوبة الآن بسم الله الرحمن الرحيم هاي ليست قرآن لا تعتبر قرآن ما اعرف الا اشوف المصادر هذا 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 المصدر امامك ايش هذا هاي بسم الله الرحمن الرحيم قران ولا لا ولا ديكور مثل هذا الديكور يعني هاي بسم الله الرحمن الرحيم مثل هذا الديكور ديكور خاليه لا 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 مو قلت لك مو كل شيء مكتوب ديكور ولا قران لا ما قلت لك قلت لك مو كل شيء مكتوب بالقران احنا قران يعني ديكور اذا ديكور هذا مو قران هي شنو قران ولا ديكور ما اعرف حكم يلا لا تروح تعلم وتعال حتى ابين لك انه انت لا تناقشون في تعريف القران شكرا لكم اخونا مو موضوعنا عجيب والله تقول له انا عقيدتي هكذا يريد الان مو انا
لو فتحت موضوع تعريف القرآن والله أورطكم، بس أنا ما أريد الناس تشوف ال... اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك. السلام عليكم حدينا الغالي. عليكم السلام ورحمة الله. لحظة أخونا، لحظة، تفضل أخونا المهندس محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين.